تختار آلاف العائلات الجزائرية مدينة جيجل كوجهات سياحية مفضلة خلال مواسم الاصطياف. جمال الطبيعة الرباني والشواطئ العذراء بالإضافة إلى التزام ساكنة الولاية المحافظين تشجعهم على ذلك. نقودكم اليوم نحو أحد أفضل المطاعم بوسط مدينة جيجل، مطعم بربروس بجانب فندق الجزيرة. أطباق من مختلف المطابخ الجزائرية والعالمية حاضرة في قائمة الوجبات، وللزبون ترف الاختيار بما يناسب مذاقه وجيبه. الأسماك بأنواعها للراغبين في تذوق المأكولات البحرية، شأنها شأن اللحوم الحمراء التي تحضر هنا بطريقة تسيل اللعاب. يسهر على خدمة الزبائن طاقم من العمال الشباب المفعمين بالحيوية، تعلو وجوههم ابتسامات جميلة وعبارات الترحاب على لسانهم بكل اللغات بمجرد أن تطأ أقدامكم عتبة المطعم. النظافة هنا ليست شعارا يكتب على واجهة المطعم، بل هي ركن أساسي يستشعره الزبون بنفسه في كل تفاصيل محيطة به على طاولة الأكل. مطعم بربروس يتمنى لكم عطلة صيفية ممتعة بعاصمة الكورنيش.